محمود بالنسبة لي. بس أنا برضه مرضتش بالأذية. يا رب حياة حبيبك النبي تجمعني بيه تاني على خير يا رب. أنا مش عايز أسمع كلام في الحدوتة دي تاني. يابا أنا بقيت في عيل صغير يابا. هتفضل طول عمرك في نظر صغار يا محمود. ولولا إني عارف إن العين ده مش طبعك كان زماني بقالي معاك كلام تاني. يا ابني ده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه إنني شفت في المنام إني بذبحك، ابنه قال له اللي أنت شايفه يابا. يابا سيدنا إبراهيم كان نبي ومنامه أمر من ربنا، وأنت يابا مش نبي وكلامك من دماغك ولمصلحتك وبس. شوف الواد علمه، واول ما يتفلسف يتفلسف على ابوه. وانت عملت ايه زياده يابا؟ ما كل اباء بيعلموا عيالهم. انت بتحدد صوتك عليا يا محمود. اللي انت بتعمله ده ظلم وما يرضيش ربنا يابا. انا ظالم يا ابني. محمود ليه كده يا حاج؟ ليه؟ في الرايحه والجايه عمال تقطم في الواد، ودلوقتي تمد ايدك عليه؟ ما تسيبه في حاله يا حاج، حرام عليك بقى. والله دلعك ده هو اللي هيبوظه. يلا يا اختي شوف المحروسه بنت اختك ولا لبست ولا لا. يلا عايزين نلحق النهار قبل ما يروح. يلا خلصونا. انا حضرت الفطار وهعمل لكم الشاي يا خالتي. فطار ايه؟ احنا هنعمل عزومه وغداوه. يلا يا اختي خش البيسي يلا عشان تلحق تسافري قبل النهار ما يروحوا الدنيا تعتم. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. بتبرطم بتقول ايه يا ولي؟ لا بقول عايزه اروح الحق البس بسرعه عشان معطل. تلبسي انت هتيجي معانا يا ناقص عطل. لا بقول لك ايه يا حاج، انا سبتك عملت كل اللي في بالك حتى في سفر البيت، بس معلش خليني اوصلها لحد الموقف يا حاج عشان خاطري. خلاص انت هتديني محاضره، خش البس يلا خلصينا. حاضر يا خالتي. في ايه تاني؟ انا عايزه دفتر التوفير اللي ابويا سابه لي يا حاج. عايزة ايه؟ بقولك عايزة الدفتر اللي ابويا سابهولي. ايه مش سامع؟ دفتر ايه اللي بتتكلمي عنه يا ارض؟ لعمرك يعني يا اختي ما جبتلي سيرته قبل كده. هو انا يعني عشان عمري ما طالبت بحقي ابقى غلطانة عشان بطلبه دلوقتي؟ شايفة يا ست كريمة؟ شايفة بنت اختك المتربية بتبجح فيها ازاي؟ عايزة حق ايه؟ ما فكرتش اتصرف عليها كام وهي عندنا هنا؟ جاية دلوقتي عايزة تحاسبني. ما هو معلش يا حاج، يعني ما انا وانت عارفين كويس قوي ان كل اللي اتصرف عليها السنين اللي فاتت دي من خير ابوها وامها. ما تزعلش مني يا حاج معلش. قولوا كده بقى، ده انتوا متفقين مع بعض ومحضرين رد على كل كلمه هقولها. احنا لا متفقين ولا محضرين. الدفتر بتاعي، وزي انت ما امرت ان انا انزل على مصر وده حقك، انا كمان عايزه الدفتر وده حقي. لو اعرف ان في يوم من الايام بنت مفعوصه زيك هتبجح فيا كده، واني اللي رجاله بشنبات بيعملوا لي الف حساب، لا كنت ربيتك ولا دخلتك بيتي من اصله. ما خلاص بقى، خلاص ملوش لازمه الكلام ده يا عبد الستار. عبد الستار؟ عبد الستار حاف كده يا كريمه من غير يا حاج؟ طب طلاق ثلاثه يا كريمه. اقول لك ايه يا جوز خالتي؟ من غير طلاق ثلاثه ولا لف ودوران. لو انت مش عايز تديني حقي وشايف ان ده تمن تربيتي في بيتك عادي قولها لي في وشي. لا يا اختي نتحاسب، هاتي ورقه وقلم واقول لك انت صرفت ايه. خلاص العوض عند ربنا. لا استني بس، استني يا ورد بس. خلاص يا خالتي ما عادش ينفع. يلا يا اختي يلا خلصوا، مستنيكوا بره عشان ما نتاخرش. جاتكوا الغن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الستار. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وجعت قلب ابني، وجعت قلب بنت اختي كمان. ربنا يوجع قلبك، ربنا يوجع قلبك.